اهلا بيكم من جديد. الحقيقه شفنا في كل المانشيتات الصحفيه بعد المباراه هذا التقدير الكبير لمستر بيتسو موسيماني، وهذا الانصاف للمدير الفني الجنوب افريقي، وازاي كان دوره مؤثر جدا في اداره المباراه. لازم اقول لا حول ولا قوه الا بالله. بالظبط، لان المباراه اللي لعبها في القاهره احلى من المباراه اللي لعبها هناك بكتير. وده اللي هو قاله، بس ما كناش موفقين في ضربات او في الفرص الكتيره قوي اللي ضاعت. لكن بمناسبه المدربين، انت استفزك تصريح المدير الفني لفريق فيتا كلاب فيلوران ايبينيجي. الراجل بعد المباراه قال احترمنا الاهلي اكثر من اللازم، وده سبب ارتكابنا خطئين مؤثرين بدري قوي استقبلنا فيهم الهدفين الاول والثاني. قال لا نريد ان نبحث عن اعذار، في الشوط الاول شعرنا بالارهاق لان الفريق المنافس غير طريقته الى 4-4-2 فجاه، وده اللي اصابنا بالارتباك. قال كان فات اوان خلاص لما بدانا نتدارك الامر، لما بدانا نعيد تنظيم اللعيبه في الملعب كان الاهلي خلاص اتقدم بهدفين. وقال موسيماني مدرب الاهلي فاجئني بهذه الطريقه الجديده على عكس مباراه الذهاب، وقال كان الاهلي منظم وفعال على مرمانا، و للاسف قتلنا بدري بهدفين. ده كلامه، واتم تصريحاته قال ان احنا صححنا طريقتنا في الشوط الثاني، كنا افضل بكثير من خلال الضغط على الاهلي اللي حاول يلعب على الهجمات المرتده، كانت امامنا فرصه لتقليص النتيجه لكن العارضه والقائم حرمونا من ذلك. شوف ايه حكايه كل مدرب يخسر يقول لك احترمنا الاهلي اكثر من اللازم. هو احترمناه عايز يقول لك يعني خوفنا منه اكثر من اللازم. مش بمعنى الحرف الكلمه احترام، لان هو انت ما خفتش. انت لو كنت خفت من الاهلي ما كنتش خسرت الخساره دي. انت لعبت بمنتهى الثقه والغرور، وتصريحاتك كلها من يوم ما كنت هنا صدقت نفسك ان النتيجه دي عادله، وان انت خططت ليها، وانك انت خرجت بما تريده. ما عرفتش ان القدر كان رحيم، انه ما خسرتش بنتيجه ساحقه، وان الحكم جاملك في هذا التعادل. لو كنت فعلا خفت واحترمت الاهلي فنيا كما تقول ما تجيش تقول لي فاجئني باربعه. هو في مدرب يقول لك اتفاجئت؟ طب بعد ما اتفاجئت ب 10 دقايق ما لمتش نفسك ليه؟ النقطه الثالثه، هو انت لما تيجي تقول انا الشوط الثاني كنت احسن، طب ما الاهلي بعد ما بيحقق اللي هو عايزه لازم بيحافظ على النتيجه، مش هيقدر يلعب 90 دقيقه في الاجواء دي ضاغط عليك. يا اخوانا كره القدم مش كره للاستعراض، حتى في الماتشات اللي قدام بيبقى الاهداف، ما تقدرش تضغط وتستحوذ وتسيطر 90 دقيقه في اي مباراه على مستوى العالم. على مستوى العالم لازم يبقى فيه توازن، بتهدى شويه ترجع تضغط شويه. فالكلام بتاع المدربين الاستهلاك، يا راجل ده انت قلت انا هلاعب الاهلي في الدور عشان اخلص عليه زي ما عملوا فينا في القاهره، امال بقى لو كنتش احترمته كنت قلت ايه وعملت ايه؟ وانت عارف الصح في كلامه ده حاجه واحده، انه الاهلي ربكه بطريقه 4-4-2. ما بس هو دي هو كان راسم شكل معين، الاهلي فاجئه بسيناريو هو كده. الاهلي مش فاجئه ولا بتاعه، ده بيقول كلام من مؤتمرات. ده فارق مستوى، هو عارفه هو صدق ان ده مش فارق مستوى. ونرجع لماتش الدحيل واللي اتقال بعديه برضو من الراجل اللي طلع يتكلم اللعيب. قال لك احترمت ايه؟ ما انت لا تحترم. خلي بالك، النادي الذي لا يحترم المنافس ايا كان الفروق ما يعرفش يلعب وما كسبش، يستقبل كتير. بقى طيب،